بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ناس كتيرة مبسوطين بالغلا اللي احنا عايشين فيه. والله صدقني ناس كتيرة قوي قوي بيقولوا يا سلام يا ريت ده كان من زمان. مين دول؟ مجموعة من الفئات وفي اكتر، يعني هذكر من على سبيل المثال الحاصر التجار. طب والتجار هيتبسطوا ليه؟ لان كل تاجر عنده سلعة، السلعة متخزنة سعرها بيزيد وهي في المخازن، حتى انهم بيمتنوا عن البيع لفترة لحد ما السعر يعلى كمان وكمان. يعني تخيل حضرتك لو انت عندك مثلا تكييف هواء وكان سعره 12,000 وفجأة بقى 20,000، يعني في الجهاز الواحد بس 8,000 جنيه زيادة. انا بقول على سبيل المثال، يتبسط بقى التاجر ده ولا ما يتبسطش؟ يتبسط ويقول يا سلام يا سلام يا ريت ده كان من زمان. الفلاح اللي كانت الارض ما بتطلعش حاجة، كانت الارض بتطلع محصول برخص التراب. يعني شوفوا اسعار السلع او المحاصيل اللي بيزرعها الفلاح عدد كام. طبعا الارض عاد بتجيب الوقت ايراد، فزمانه بيقول يا سلام يا سلام يا ريت ده كان من زمان. اصحاب العقارات اكتر ناس مستفيدين من الغلاء اللي احنا فيه. الوحدة كانت بمليون، الوقت عاد باتنين مليون، واتنين مليون عاد باربعة مليون، بتجيله ملايين وقاعد مكانه من غير ما يعمل اي حاجة. يا سلام يا سلام يا ريت ده كان من زمان. لو بتأجر الشقة ب2000 هتقول يلا أجرها ب2500، وأبو 2500 يقول 3000، وكله يزود يزود تحت بند إن في غلا موجود. فطبعا أصحاب البيوت بيستفيدوا كثيرا جدا من الغلا اللي احنا فيه، وبيقولوا يا سلام يا سلام يا ريت ده كان من زمان. أبناؤنا في الخارج كمان بيستفيدوا، خليه بياخد راتب معين، الراتب ثابت مش هيزيد، لكن لما يجي يبعتوا هنا لأهله علشان يغيروه، طبعا بيغيروه العملة خلاص، عاد سعر الدولار عالي جدا وبغيروه في السوق السوداء بمبالغ رهيبة. فطبعا بيبقى هو استفاد كتير جدا من حالة الغلا اللي احنا عايشين فيه، وبيقول يا سلام يا سلام يا ريت ده كان من زمان. اللي انا ذكرته ده على سبيل المثال الحاصل. طبعا من اكتر الناس المستفيدين كمان تجار الذهب وتجار العملة وفئات كتيرة جدا في المجتمع استفادت. شكرا لحضراتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.